ايضا الجزائر وسوريا هم نفس، هم امتداد ثقافي واحد، صح. امتداد جغرافي واحد، هم يشكلون ايضا دفه البحر المتوسط. جيد جدا ان نوفر الجو الملائم طبعا للجاليه العربيه من اجل مواصله الدراسه في امريكا. اخوان وزملاء واصدقاء والجاليه العربيه في جامعه جيج كما يقال نستقبلها، ولها دور كبير جدا مثل ما قلت زميلي محمد في النشاطات وتاطير النشاطات. هناك شعراء، هناك مبدعين، هناك حتى انه عندهم مواهب اعلاميه نتبعوهم. مثلا حنا في النادي الثقافي ننظموا امسيات شعريه، ننظم مثلا ملتقيات وحتى محاضرات بالتنسيق مع الوسطايه، بالتنسيق مع المسؤولين. هناك مثلا دعم خاصه في القضايا، اذكر مثلا القضيه الفلسطينيه، قضيه غزه. هناك جو لا يمكن ان اعبر عنه، تضامن كبير جدا بين الاشقاء الجزائريين مع الزملاء من فلسطين الشقيقه. هناك دعم كبير جدا، لانه اذكر هناك المظاهرات لما قامت في جامعه جيجل طلبة بشا وطلبة زملاء من جامعة من فلسطين لم يجدوا أنهم غرباء، وأحسوا أننا متظلمين ومساندين. وجد أن الجزائر هي حريصة على موقف عربي أكثر من دول عربية نفسها، يعني كما قال الجزائريين نحن فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين. فعلا أثبتوا في جامعة جيجل عندما قاموا الطلبة بتظاهرات وحتى انه قاموا بتوقيف دراساتهم ومحاضراتهم بغيه المشاركه في هذه في مسانده الشعب الجزائري، شعب فلسطيني في غزه ايام عدوان اسرائيلي الغاشم على شعب غزه الابرياء. نعم، عدا الان ربما النشاطات العلميه اكثر، كيف يتم، لا اعرف كيف يتم الاتصال.